أثبت العلم أن تناولها يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بمعدل 4 مرات، وتكون صحية كلما كانت داكنة، مفيدة للقلب والدورة الدموية والدماغ. ما هي فوائد الشوكولاتة؟ تعد الشوكولاتة بمذاقها اللذيذ ونكهتها الفريدة ملجأ الكثيرين كباراً وصغاراً في أوقات السعادة والحزن، ولا تقتصر فائدتها على كونها حلوى مفضلة تبعث السعادة في النفس، فقد ثبت أن لها فوائد عديدة للصحة البدنية والنفسية عند تناولها باعتدال دون إفراط. ومن أبرز فوائد الشوكولاتة تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك بسبب غناها بمركبات الفلافونول المضادة للأكسدة والالتهاب، حيث يساهم في تحسين تدفق الدم عبر الشرايين وخفض معدل ضغط الدم المرتفع، خفض مستوى الكوليسترول الضار. فيمكن أن يساهم تناول الشوكولاتة في خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، تقليل مقاومة الإنسولين نظراً لاحتوائها على مركبات الفلافونويد، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري فيما بعد، تحسين الأداء الرياضي، حيث تعد من فوائد الشوكولاتة للاعبي كمال الأجسام والرياضيين بشكل عام تقليل استهلاك الأكسجين أثناء ممارسة الرياضة، مما يزيد من كفاءتهم ويحسن أدائهم. وأخيراً تعزيز الوظائف المعرفية، حيث يساعد تناول الشوكولاتة يومياً على تعزيز صحة الدماغ وتحسين تدفق الدم إليه، فتعمل على تحسين الوظائف الإدراكية مثل القدرة على التعلم والتذكر، زيادة التركيز والانتباه، تعزيز صحة وكفاءة الخلايا العصبية وتحسين التواصل بينها، الحد من تلف الخلايا العصبية لدى مرضى الزهايمر، وإبطاء التدهور المعرفي.